بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقه الجديده من برنامج الاسبوع الرياضي. حصتنا اليوم ستكون محتفيه بالانجازات التي حققها منتخبنا الوطني، وكذلك اطلاله عبر هذه الحصه على جديد اخبار وانشطه الرياضه الوطنيه. بدايتنا بأبرز مشاهد هذه الحصة. وقبل الشروع في أخبار المنتخبات الوطنية وبالتحديد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يأتيكم ذلك بعد هذا الفاصل. حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المرابطون إنجازا تاريخيا، هذه المرة خارج المستطيل الأخضر والمنافسات الكروية، لكن عبر المراكز والترتيب الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، حيث حقق منتخبنا الوطني قفزة تاريخية ونوعية، وذلك بتجاوزه ل25 منتخب عبر العالم ودخوله إلى نادي المئة منتخب الأقوى على المستوى العالمي، حيث حل منتخبنا الوطني في المركز 89 بعد أن كان في الشهر الماضي في المركز 114. يأتي ذلك بفضل الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الكان 2017 بالغابون، وذلك على حساب منتخب الأولاد البافانا بافانا هناك بالملعب الأولمبي وبثلاثة أهداف مقابل هدف، بما حل منتخبنا الوطني المرابطون في المركز 23 على المستوى الإفريقي ضمن المنتخبات 53 التي شملها ترتيب خلال الشهر الحالي على مستوى المنتخبات الإفريقية بشكل عام. وقد أخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحسبان نتائج 149 مباراة دولية، بينها 48 مباراة في كأس العالم و12 مباراة في منطقة الكونكناف و75 ضمن التصفيات الأوروبية و25 بالمنطقة الإفريقية. وقد تمكن المنتخب الموريتاني من تحقيق مكاسب جيدة بفعل حضوره داخل البطولات القارية والدولية وحصده نتائج طيبة، كان أبرزها هزيمة سيراليون ذهابا وإيابا وفوزه بثلاثية نظيفة على جنوب إفريقيا في شهر واحد مع فرض التعادل والهزيمة على الجارة السنغال. وبتحقيقه الرتبة 89 يكون المنتخب الوطني قد فرض نفسه ضمن الفرق العالمية ذات السمعة الطيبة، وقد تجاوز المنتخب الوطني فرقا قوية مثل البنان، أنغولا، قطر، الأردن، ليبيريا، عمان، وكندا، ملاوي، الكويت، وتجاوز النيجر ب 31 نقطة وبات أقرب المطاردين للمملكة العربية السعودية.
ونبقى دائما مشاهدينا الكرام في اخبار المنتخب الوطني الاول، حيث سيواجه منتخبنا الوطني المرابطون في 7 من الشهر الجاري بعاصمة جنوب السودان جوبا منتخب جنوب السودان، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018. وقد استدعى بهذه المناسبة الناخب الوطني ومدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الفرنسي كورانتان مارتينيز، استدعى قائمة من 21 لاعب، وذلك لخوض هذه المواجهة المرتقبة. ولم تشهد هذه التشكيلة تغييرا كبيرا عن تلك التي واجه بها مارتينيز منتخب الكاميرون وجنوب افريقيا ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات امم افريقيا الجابون 2017. وضمت القائمة ثلاثة من حراس المرمى، من ابرزهم الحارس سليمان جلو المتواجد حاليا بكندا الذي يعود الى التشكيلة بعد غيابه عن المباراة الماضية امام جنوب افريقيا، اضافة الى الحارس محمد صلاح الدين كاسياس من نادي تفرق زينة، وستة مدافعين وست لاعبين في الوسط وستة مهاجمين من بينهم بسام لاعب نادي قسطنطين الجزائري، وإسماعيل داكيتي لاعب الفيحاء السعودي، وأدم با من نادي أوكسير الفرنسي، وتقي الله من نادي تفرق زينة، وبيجلي بوبكار سالم من نادي الإكسر. ويعلق الجمهور الرياضي الوطني آمالا كبيرة على المنتخب الوطني الأول للعودة بنتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب، وكذلك تحقيق نتيجة جيدة في مباراة العودة بعد أن عود جماهيره الرياضية في الفوز في معقله وأمام جماهيره. إذن نتمنى الموفقية لمنتخبنا الوطني في خرجته الدولية القادمة بجوبا عاصمة جنوب السودان، والعودة بثلاث نقاط ثمينة في رحلة ومشوار المنافسة للوصول إلى أقل الكؤوس كأس العالم روسيا 2018. مشجعين وهبوا اللي على الجماهير،
ولعل مشاهدينا الكرام المشوار الحافل بإنجازات طيبة حققها منتخبنا الوطني خلال الأشهر الماضية يستدعي منا في ظل ما حققه من قفزة قوية على مستوى الترتيب الدولي ودخوله إلى نادي المئة منتخب أقوى على المستوى العالمي بحلول المركز 89، تجعلنا نعود إلى أبرز محطات المنتخب خلال منافساته الماضية. Take a look past our innocence. Take a step back to yesterday. We'll never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen. Secretly imagine. They could never tear us apart. Too young to fall. This is our story that we could take back someday. Our lonely glory that we could get back again. This is our story. يا سلام على الهدف الجميل. شوف 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 الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكل اللاعبين ثم يرفع كورته بشدة. Take a look past our innocence. Take a step back to yesterday. They could never tear us apart. Too young to fall. This is our story that we could take back someday. Our lonely glory.
مشاهدينا الكرام، يدخل الدوري الوطني إلى جولته الثالثة، وقد برزت نتائج متباينة خلال هذه الجولة، نتعرف عليها بعد هذا الفاصل. يواصل نادي تبراق زينة تربعه على صدارة الفرق 13 المشاركة في طبعة 2015-2016 من الدوري الوطني لأندية الدرجة الأولى، وذلك مع دخول الجولة الثالثة ومنافسات هذه الجولة، حيث فاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك على حساب فريق سنيم كانسادو خلال اللقاء الافتتاحي للجولة الثالثة بالملعب الأولمبي. افتتح تسجيل لنادي تبراق زينة لاعبه صنبا عبد الله، بما تمكن ديارا من تعديل الكف ليتمكن رجل المباراة بامتياز خلال هذا اللقاء المثير. الشيخ ولي الفلاني مهاجم المنتخب الوطني ونادي تبراق زينة من تسجيل هدفين لصالح فريقه، ويختتم رباعية فريق تبراق زينة لاعب ارتكازه ولاعب ارتكاز المنتخب الوطني يحيى دلاهي في مباراة مثيرة تمكن فيها شيخ أندية كرة القدم الوطنية بيراماغي من سحق ناديه خلال الموسم الماضي نادي سنيم كانسادو. وفي باقي مباريات هذه الجولة، الجولة الثالثة من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى، تمكن فريق وافسان واذيبو من تحقيق نتيجة جيدة على حساب فريق الحرس في اللقاء الذي جمع الفريقين هنا بالملعب الأولمبي بنتيجة 3 أهداف نظيفة. في ما استطاع وبشق الأنفس نادي اتحاد العصابة من اختطاف أول 3 نقاط له في هذه البطولة في موسمها الجديد، وذلك بعد أن تمكن من اختطاف الفوز في الدقائق والأمتار الأخيرة من اللقاء الذي جمعه هنا بالملعب الأولمبي مع فريق توجونين الوافد الجديد لدوري العضوة. فريق تجكجا في لقاء ضمن الجولة الثالثة من البطولة الوطنية تمكن هو الآخر من تحقيق أول 3 نقاط له، وذلك على حساب فريق الشرطة بعد هدف وحيد ويتيم في هذا اللقاء من إمضاء مهاجم المنتخب الوطني ونادي تجكجا شقرا. ونبقى دائما مشاهدينا الكرام في كرة القدم الوطنية، لكن هذه المرة ننتقل من العاصمة نواكشوط وأجواء المنافسات الدورية الوطني الأول لكرة القدم لنتجه إلى البطولات الصيفية، حيث اختتمت بقرية الحسنية لبعد 42 كيلومترا من عاصمة ولاية ثيرزاروسو فعاليات الدورة 11 لبطولة الحسنية للناشئين والأشبال. قد عرفت هذه البطولة مشاركة ما يزيد على 20 فريق تنافست طيلة شهر ونصف من أجل نيل لقبيها على مستوى فئتي الأشبال والناشئين. التقرير التالي يضعنا في صورة اليوم الختامي لهذه التظاهرة الرياضية الهامة. جماهير قفيرة تدهات إلى ملعب القرية الحسنية الواقعة عند الكيلومتر 42 من عاصمة ولاية ثيرزاروسو، وذلك لمتابعة فعاليات اليوم الختامي للبطولة الموسمية لكرة القدم
التي تشهدها هذه القرية كل سنة بالتزامن مع العطلة الصيفية. بطولة القرية الحسنية في دورتها 11 شهدت لقاءاتها الختامية إجراء مواجهتين جمعت الأولى منهما بين فريق الأمل من بومبري بفريق ابن نعجي على مستوى بيئة الأجبال. تعادلت في هذا اللقاء كفتا الأداء وتساوت فيه الحظوظ والفرص بين الفريقين لينتهي بتعادل سلبي دون أهداف، ويحتكم بعده الطرفان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي منحت الفوز لفريق الأمل من بومبري. أما في المواجهة الثانية والتي جمعت بين فريق القرية الحسنية وفريق بوتيدوما عن بيئة الناشئين أقل من 17 سنة، فقد هيمن زملاء بابو من القرية الحسنية على رضها اللقاء، خاصة بعد افتتاحهم سلة التهديف وذلك بشكل مبكر وبالتحديد في الدقيقة 10 عن طريق المهاجم الددة، قبل أن يدرك عناصر بوتيدوما التعادل في الدقيقة 25 عن طريق والبابا. تعادل إيجاب انتهت عليه أحداث الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية، حيث ابتسم الحظ لبوتيدوما الذي عانق كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخ مشاركته بهذه التظاهرة الرياضية الموسمية. عمدة بلدية بلل أكد على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه البطولة الصيفية في اكتشاف المواهب الناشئة. هذا الشباب اللي مستجاب لهذه الفترة الزمنية اللي العالم كامل متوجه فيها للرياضة، وراجع إن شاء الله عن هذه الرياضة للبطولة اللي مهلة 11 من شكلها الحمد لله إلى الهواء 14 سنة تنظم هون، راجع إن شاء الله عنها يعود تقدم لنا كامل، وراجع عنها إن شاء الله يعود بداية بوابة بلديتنا هذه الحمد لله إلى الحمد لله العام. شاهدنا فيها دور عود أكثر من 15 أندية على مستوى القرى هوناتية. بدوره أكد رئيس لجنة تنظيم البطولة على مواصلة المشوار في النسخ القادمة خدمة لكرة القدم القاعدية. هذه المناسبة الرياضية الشبابية وهي النسخة 11 من بطولة القرية الحسنية، خاصة بفئة الناشئة التي أضيفت إليها فئة الأشبال هذه السنة. بعد هذه الكلمات سلمت الجوائز المالية والكؤوس والمعدات الرياضية للفرق الفائزة بالمراكز الأولى للبطولة، حيث تسلم قائد فريق بوتيدوما كأس الدورة عن فئة الناشئين، فيما تسلم قائد فريق القرية الحسنية كأس الوصافة بعد أن توج بلقب البطولة خلال 5 دورات ماضية. وسلمت كأس البطولة عن فئة الأشبال لقائد فريق الأمل من بومبري، ووصافة ذات الفئة لفريق ابن نعجي، إضافة إلى جوائز مختلفة أخرى قدمت خلال الحفل الختامي لهذه البطولة الموسمية الهامة. ومن أجل وضعكم في صورة هذا الحدث الرياضي الموسمي الذي تحتضنه قرية الحسنية ببلدية بلال، أدعوكم إلى متابعة لقطات منتقات من أبرز محطات النهائيين، نهائي الأشبال ونهائي الناشئين.
مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات ناتي على ختام هذه الحصة الجديدة من برنامج الأسبوع الرياضي، إلى أن نلتقي في حصة قادمة. هي تحية لعبد الرحمن ناجي خلف الكاميرا، مني عبد الرحمن السالم، ودمتم في أمان الله.